والحفظ نية ثم تكرار. انتهى الكلام. دار تحفظ صح نيتك. تعال نرجع للباب الأول. واحد من السلف قعد في المجلس بتاع شيخه بتاع الحديث. شيخه قام قال لهم كل زول ما حافظ القرآن يمشي. السلف زمان ما بعلموك الحديث إلا تحفظ القرآن. حافظ القرآن؟ لا أمشي. رجع قال فعاد بعد 3 أيام وقد حفظ القرآن. 3 يوم بس يا راجع حافظ. أنا ما بستغرب الكلام ده يا أخوانا. ده ممكن أنا يعني أتحير فيه لكن لا أستبعده. من صدقت نيته وفق تتوفق. واحد من السلف قال حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد ولو احترقت كتب الشريعة لأمليتها من صدري. تبدأ كتب الشريعة الإسلامية كلها تجيب صحيح البخاري مليك له كله صحيح مسلم السنن المسانيد المعاجم كتب التفسير الفقه كلها مملك لها. والإمام الصرخسي يعني سجن في قعر بير جدعود والبير جوه. الطلبة حقينه قاعدين فوق البير بيدرسوا عنده وجوه البير. تخيل دلع عنده كتاب براجع منه وليش. فألف كتابا من 15 مجلد. الفصل الأول هجوة الجماعة بيكتبوا فوق يقول لهم الفصل الأول باب كذا ويكتبوا. ألفوا الكتاب. ابن القيم الكتاب بتاعه بتاع زاد المعاد راكب في الناقة فوق كتب الكتاب ده كله. مش أقرأه كلام على الأسانيد وترجيح وكلام في الرجال وشغل كثير جدا. ابن عقيل الحنبلي كتب كتاب اسمه الفنون حقه أظن المطبوع منه الآن حسب ما أتذكر 700 مجلد. ما 700 صفحة مجلد 700. الكتاب ده اسمه الفنون. ده قال كتبه في الوقت اللي بقيت يجي ينوم بالليل كتب كتاب الفنون. بيكتب له صفحاته بالدعين بس بيكتب كده صفحاته بالدعين. ابن تيمية جوه السجن كتب علم جوه السجن وما عنده شيء ذاته يرجع له. قالوا حتى أكمل ما عنده من الأوراق الورق اللي عنده كمل فكتب على عمامته فرش العمة حقته وكتب كمل أي هدم عنده كتب فيه. انتهى ما لقاه كويس كتب على جدران السجن علم ملا جدران السجن كله لأنه ده علم تاني ما بيتلاقي بالساحل. بعد ما كمل أي محل يكتبوا فيه جلس يقرأ القرآن يقرأ ويختم حتى مات عند قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قرأ الآية دي ومات. شوف العلم ده حفظ اللي تحفظه ده علمك تقوي نيتك وتكرر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحفظ إدامة النظر